اللي تم إدراج هذه النقطة أو هذا الموقع بعد فتحه للجمهور ضمن المخطط السياحي، مع توفير دليل أثري ودليل ومرشدين مختصين يرافقون كل الزوار في الزيارة الترشيدية أو كل الزوار إلى المتاحف والمواقع الأثرية بكل اللغات. والموقع تم فتحه كذلك بصورة تقنية بعد دراسة معمقة من خلال الحماية الأمنية، بعد التجهيز بكاميرات المراقبة وكذا توفير العنصر البشري وعملية برامج مستعجلة دائما للصيانة الوقائية على مستوى هذا الموقع.